مرحبا، معكم دكتورة إيثار حسين الخالدي، اختصاص بورد في الأمراض الجلدية، تجميل الجلد والعلاج بالليزر. اليوم حابين نحكي لكم عن جهاز سكرت من شركة آيلودا. طبعا جهاز سكرت هو يعمل بتقنية المايكرونيدلينج راديو فريكونسي، اللي هي عبارة عن أبر دقيقة تخترق الجلد بأعماق معينة حسب الحالة المرضية، وتبعث موجات راديوية، حيث تؤدي الحرارة الناتجة من هذه الموجات الراديوية إلى بناء الأنسجة وتحفيز بناء الكولاجين والإلاستين، وبالنتيجة الحصول على بشرة مشدودة ونضرة. ويوفر لنا جهاز السكرت قبضة السمارت كيور، والتي تستخدم في علاج الأوعية الدموية الشعرية وتقطيع الألياف وإزالة الشعر الأبيض بواسطة تنديلات خاصة. نشكر شركة إبلال الوكيل الحصري لشركة آيلودا الكورية لتوفير هذا الجهاز في عيادتنا، وشكرا لكم.